ناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عمل استضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة. وفي ختام المناقشة أحال مجلس الشيوخ طلبي الاستضاح ورد الحكومة إلى لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام لبحثهما وإعداد تقرير بشأنهما. عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة الطلب المقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر. فضلا عن طلب آخر لاستيضاح سياسات الحكومة حول سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، وشهدت الجلسة تقديم مقترح بشأن إطلاق مبادرة Visit Me in Egypt على منصات السوشيال ميديا للترويج للسياحة المصرية، وإطلاق استراتيجية لتحفيز وتشجيع السياحة البيئية الخضراء والمستدامة. السياحة في النهاية نشاط اقتصادي وثقافي أيضا، لكن كنشاط اقتصادي بنجد دائما ان مصر لديها امكانيات هائله، ولكن بنجد ان الحصاد يعني يسير ما بين الضعيف والمتواضع. نسعى بالانجاز اللي حققته الوزاره لهذا العام المنصرم 23، لكن عندما ننظر اليه مقارنه كما ذكر حتى من معالي الوزير عن اليونان وتركيا والسعوديه وغيره، بنجد انفسنا لسنا في المكانة التي نستحقها. من وجهة نظري يا مصر، الجذب السياحي جاهزية الخدمات السياحية، القدرة على تسويقها، والشركات اللي هتنفذ هذه الخدمات. لو اتكلمنا على جاهزية الخدمات السياحية، يعني مش هكون طموحة يا سيادة الرئيس، احنا عايزين أنماط جديدة من السياحة، لكن الحقيقة ان الوزارة أثيرت الغرف الفندقية وموضوع الفندقة. طب ما احنا في نظام منازل العطلات الهاوس ستيشنز كما هي دارجة، يعني مدفوعات الفنادق والمزارات السياحية بالدولار، لأن الشركات بتحصل هذه المدفوعات من الخارج بالدولار وبتدفعها هنا في مصر بالجنيه المصري. وخلال الجلسة أكدت الحكومة أن عام 2023 هو العام القياسي للسياحة المصرية، حيث استقبلت مصر 14,900,000 سائح، وهو أعلى من الرقم القياسي المحقق في 2010، وكان 14,731,000 سائح، مشيرة إلى وجود حلول عملية على أرض الواقع يستفيد منها 8,000 شركة العاملة في مجال السياحة ومليون موظف يعملون في صناعة السياحة. هذا ووافق المجلس على إحالة طلبي الاستيضاح والمناقشات وتعقيب الحكومة للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.